برغم اني بيت مرتبي في الشهر يجي 6000 جنيه، بشيت واتعصب جدا جدا معرفش ليه، لما السواق يزود عن اجره نص جنيه هدي نفسي واقولي ده نص جنيه وخلاص، كبر دماغك سيبه سواق الميكروباص، كائن جوايا مصيد وقلبه من حجر، وعلاقته بالرئه زي علاقه السيسي بقطر، بيحركني بارادته الكائن ده اسمه الدكر، ابعت له الاجره يعدي للبرايه يقول لي ايه الباشمهندس اللي ركب يبعت نص جنيه، ارد اقول له مش باعت على جنب يركن، يطلع واحد يقول لي انا هدفعه له ممكن، الشخص ده معرفش ليه بيستفزني، بحس ان شكله شكل حاجه بتتني، كويس جدا سيادته ونص جنيه مش همه، والنعمه شكله لسه بياخد مصروف من امه، مؤشر اتذكر بسببه يفضل في ارتفاع، محدش هيدفع زياده يا حته بتاع، والموقف يتطور وكانه مكتوب له وعد، وانا والسواق يبقى ناقص نمسك في بعض، يعدي من جنبه زميله وفي عقله الباطن يجيله صوت يقول له عديها وافتح الرابع واديها، ده زميلي هيسبق على الموقف وساعتها انا ممكن اروح فيها، واللي ركب ورا وعامل لي فيها بالغضب ابقى اخبطه في السقف لما اطير من فوق مطب، اوصل وانزل وجوه مني احساس بالسعاده، ذكر من يومي مستحيل ادفع شيلين زياده. برغم اني بيت مرتبي في الشهر يجي 6000 جنيه، بشيت واتعصب جدا جدا معرفش ليه، لما السواق يزود عن اجره نص جنيه